لازم نفرض الناس ديت على المجتمع. هفرضها ازاي؟ ان لازم وانا رايح وانا جاي هاخده معايا. منها هو الولد بيتكيف، مبقاش قاعد خايف كل ما ينزل. لو انا عايش في اوضتي لوحدي في العالم بتاعي الخاص، لما انزل مجرد ما انا هصطدم بالاطفال في المدرسه، اصطدم معاهم في النادي، في مسابقه دخلتها ولا في اي حاجه، هيحصل فيه صدمه لي وللناس، وهيبدا هو يتصرف بشكل فجأة هيخلي اللي حواليه يكره الحاله ديت. لازم احنا كاولياء امور عندنا طفل بالحاله دي، لازم احنا ناخده ويبدا هو يتكيف في المجتمع، وابدا انا انزله ازاي يتعامل. وده اللي حصل مع مين؟ مع مامة صايم. على طول عندنا مسابقه توديه، عندنا حفله بتوديه، حتى لو حفله وديه. عملت كذا حفله في مكتبه مصر العامه، ان احنا طلعنا فيها اطفال ذوي احتياجات خاصه جنب اطفال اصحاء، والحياه كانت جميله. وبدا الاطفال والمجتمع ياخد باله ان في ناس هنا عندها قدرات لازم احنا نراعيها. طبعا قانون الدمج لما نزل وعمل ده في المدارس، دي حاجه جميله، بس مع الاسف برضو لسه مش بتطبق على ارض الواقع. احمد صايم من الناس اللي هم الموهوبين، وانا كنت سعيد جدا بالشغل معاه، واتمنى ان كل حد عنده طفل ما يخبهوش وينزل في المجتمع، عشان نعرف احنا المجتمع يتعرف عليه ويبدا يتعامل معاه ازاي من غير ما يبقى خايف من الموقف. عرفنا أنه رغم اختلاف أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عن غيره، كل واحد منهم إنسان. إنسان محتاج يشعر بأنه مقبول. لما نيجي نتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني إيه ذوي احتياجات خاصة؟ الإنسان ذوي الاحتياجات الخاصة هو إنسان قل في شخصيته أو جسمانياً عن متوسط أقرانه من الناس العاديين، وبالتالي احتاج إلى خدمات خاصة صحية وتربوية، واحتاج إن هو يندمج في المجتمع عشان تكتمل كل احتياجاته، سواء تربوياً أو اجتماعياً أو نفسياً أو صحياً. ومن هنا أتى مفهوم الدمج، اللي هو إن احنا ندمج هؤلاء الأفراد في المجتمع علشان يبقوا شريحة من شرائح المجتمع الهامة جدا، يتمتعوا بسائر حقوقهم كمواطنين عاديين، الخدمات الموجودة في المجتمع، ويتمتع بحقه أو أقل حقوقه كمواطن عادي. ولكن طبعا هناك بعض المعوقات التي تعوق هذه العملية، بينها المجتمع والأسرة. فبنيجي عندنا في المجتمع النظرات السلبية الخاطئة نحو هذه الفئة، زي ان هما بينظروا دائما او بتتجه اعين المجتمع الى الاعاقه الموجوده في الطفل ده، وليس المميزات الاخرى اللي هي ممكن تكون بتغطي كتير قوي على الاعاقه. زي مثلا بعض التعبيرات الخاطئه او الشائعه في المجتمع، لما نشوف طفل مثلا ذوي اعاقه نفضل نقول له مسكين، معلش يا عيني، ونسال اهله طب ده جات له ازاي، وما نعرفش ان احنا بنركز عينيهم على الإعاقة وبنزيد من تأثرهم النفسي، وبنخلي الطفل ده بيتأثر نفسيا جدا. أيضا هناك بعض المعتقدات الخاطئة في المجتمع، أنه بينظر على هذه الإعاقة على أنها عاهة موجودة في الإنسان. أيضا بعض المعتقدات الموجودة في الأسرة، لما بيجي للأسرة طفل ذوي احتياجات خاصة سواء إعاقة ذهنية أو إعاقة جسمانية، طبعا بتبقى الأسرة عايشة في توتر نفسي وبتفكر في المستقبل، وبتبقى قلقانة قوي وتعبانة قوي. وأول خطوة بيعملوها وطبعا بتكون خاطئة، إن هم بياخدوا الطفل ده أو الطفلة دي وبيخلوها في البيت، ومش بيخلوها تختلط في المجتمع، على أساس إن هم بالتالي كده بيحافظوا عليها وبيحموها من قسوة العالم الخارجي. طبعا هذه المعتقدات خاطئة، لأن الدمج بيبدأ أولا من داخل الأسرة. لما بتيجي الأسرة بتدمج الطفل في الحياة وبتخليه يتعامل مع الناس، وبالتالي بيقدر يعتمد على نفسه وبيحس بقيمته كإنسان، وبيبدأ ينسى الإعاقة ويعيش في المجتمع ويندمج في المجتمع بكل فئاته،
بيقدر يكون نفسه وبيقدر ان هو ممكن ناس بتوصل فيهم لاعلى الدرجات. ايه خطوره عدم دمج ذوي الاحتياجات الخاصه في المجتمع؟ ان احنا لما بنسيب الاطفال دي في البيت ومش بندمجهم في المجتمع، بتكون لديهم شخصيه ضعيفه، بيكون عندهم عدم ثقه في النفس، ايضا بتتكون عندهم مشاعر عدوانيه وكراهيه للمجتمع وسخط نحو المجتمع اللي هو بيعزلهم وبيهمش دورهم. ايضا من ضمن اساسيات بعض الامراض النفسيه للعلاج زي التوحد وتاخر النطق، ان احنا لازم ندمج هؤلاء المعاقين ذهنيا سواء توحد او تاخر نطق في المجتمع، ودي من ضمن اساسيات علاجهم ان هم يندمجوا مع الاطفال الاسوياء. ايضا بيكون عند الاطفال المعاقين افكار نحو المجتمع سيئه بتؤدي بيهم ان هم بتزيد عندهم نسبه الاصابه وبتزيد الاعاقه وبتزيد درجه الاعاقه، ومش بيتقبل الاعاقه بتاعته، بيكون تركيزه كله منصب نحو هذه الاعاقه. طيب لما احنا نقدر ان احنا نتكاتف كمجتمع وكاسره وندمج هؤلاء الفئه في المجتمع، بيبدأ الطفل ذوي الإعاقة بيقبل نفسه، بيقبل ذاته، بيشوف القبول من الآخرين في عينيهم، في نظراتهم، إن هو دخل مدرسة، عاش عادي في مجتمع، يقدر يمارس حقوقه مثله مثل أي مواطن عادي في الدولة. وهنا في أمثلة كتير جدا على هذا الوضع. لما الإنسان بيتقبل إعاقته ممكن يصل إلى أعلى المستويات. في مثلا أمثلة عظيمة جدا في الكتاب المقدس، لما نلاقي مثلا موسى النبي يقف قدام ربنا ويقول له: ربي بص كده، استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا قبل أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. يعني بيقول له: رب أنا عندي تلعثم وعندي تهتهة وعندي تأخر في النطق وعندي كل أمراض الكلام. فيروح ربنا يرد عليه يقول له: من صنع الإنسان فما أو لسانا؟ أليس هو أنا الله؟ ويصبح موسى النبي هو كليم الله ومن أعظم الأنبياء في العهد القديم. أيضا نماذج مشرفة في العالم نحتظي بيها أن هم قدروا يتغلبوا على الإعاقة ويصلوا إلى أعلى مستوى. طفل صغير عنده، اتكلم هو عنده 4 سنين، بدأ يتعلم القراءة والكتابة وهو عنده 7 سنين، وكان مصاب بالتوحد، أصبح هو البرت أينشتاين من أعظم علماء الفيزياء في القرن العشرين، وهو صاحب النظرية النسبية اللي أذهلت العالم كله. أيضاً الذي أنار العالم بالكهرباء اللي هو توماس إديسون، كان معلمه في المدرسة بيتهمه بالغباء وأنه هو غير صالح وأنه عنده تأخر لفظي وأنه هو عنده صعوبات في التعلم. إزاي بقى توماس إديسون من أعظم المخترعين وهو اللي احنا بنستمتع باختراعاته حالياً، الكهرباء وآلة النسخ، وأكثر من 200 اختراع نسبوا إلى توماس إديسون. أيضاً أغنى رجل في العالم صاحب شركة مايكروسوفت بيل جيتس، ده طبعاً هو اللي كون ثروته بنفسه، كان مصاب بمرض التوحد، متلازمة اسمها سبيرجر، وهي متلازمة من متلازمات التوحد. قدر إزاي أنه يبقى أغنى رجل في العالم وهو اللي كون ثروته بنفسه؟ عايز أقول أنه ليس العمى أن تفقد العين الضياء، إنما العمى أن تفقد النفس الأمل. والذي يسمع صوت الرجاء لا يبالي بأي صوت يؤدي إلى الكلل. لو إحنا عندنا ثقة في ربنا وثقة في قدرتنا، الإعاقة لا تعوق النجاح والتميز، إنما اللي بيعوق النجاح والتميز هو الاستسلام واليأس. لو احنا عندنا ثقة في ربنا وثقة في قدرتنا، مفيش أي حاجة تعوق الإعاقة في الفكر وليس في الجسد. نبص على النماذج الجميلة المشرفة دي ونقدر إن احنا نصل إلى أعلى مستوى. أيضا اليهود كان عندهم ما بيقبلوش الإعاقات تخش في الهيكل. السيد المسيح أعطانا أعظم مثال حينما قبل المولود أعمى ودخل به أورشليم، وبالتالي علمنا السيد المسيح ان الاعاقه في الفكر
وليس في الجسد، وان احنا بنقبل كل الناس. ولما نصل بهذا الفكر الناضج بنقدر ان احنا نتقبل الكل، وبيقدر اي واحد عنده اعاقة يصل الى اعلى مستوى، وليقل الضعيف بطل انا. وعشان نفهم بعض أكتر محتاجين نتعلم اللغة اللي كل واحد فينا بيتعامل بيها. أهلاً بيكم معانا في حلقة جديدة من برنامج أنا إنسان. هنكمل تعليم الإشارة. دلوقتي إحنا عرفنا مدرسة. طب مدرسة فيها ايه؟ فيها مدرس، مش بتعلم خلاص. اخر المدرسة بعمل ايه؟ بامتحن. يبقى ده امتحان. امتحان الامتحان يا اما انجح او اسقط. يبقى كده امتحان، كده ينجح وكده كويس وكده يسقط. طيب الامتحان لما بيخلص بيبقى فيه النتيجة، النتيجة بتتعلق، يبقى دي النتيجة او دي اعلان. خلاص خلاص انا قبل يبقى كده قبل، كده بعد. قبل الامتحان بعمل ايه؟ بذاكر وبحفظ. يبقى كده بذاكر وكده بحفظ علشان الامتحان. دي بذاكر وهي بستعد. يبقى كده استعداد او مذاكره. كده بحفظ. خلاص يبقى أنا في امتحان، يبقى لازم قبل الامتحان أكون مذاكر علشان في الامتحان أنجح. وبعدين ممنوع أو ممنوع في الامتحان غش. احنا خدنا كده غشاش. يبقى ممنوع أو ممنوع في الامتحان إن أنا أغش. خلاص يبقى كده امتحان، كده امتحان وكده غش وكده استعداد أو مذاكرة وكده بيحفظ ويستعد ويحفظ. وآخر السنة بشوف النتيجة. يبقى دي النتيجة، النتيجة يا إما ساقط يا إما ناجح. وإن شاء الله تكونوا ناجحين. وشكرا، ونشوفكم في حلقة جديدة من تعليم الإشارة. لأن الإنسان كائن اجتماعي، مش من الطبيعي إننا نعيش في عزلة أو نتجنب بعض. وبنشوف في حياتنا قد إيه لما بنتعاون مع بعض في كل المجالات ونقبل اختلافاتنا ونستثمر طاقتنا، بنوصل مع بعض لأفضل النتائج. بيسعدنا استقبال اقتراحاتكم وأسئلتكم على الأرقام دي: 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv. أنا ليا كيان، أنا عندي طموح جوايا فنان لكن مجروح. أقدر أكون إنسان عظيم زيك تمام.